بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وأعتقد أننا يعني في الدرس الماضي كنا يعني شرحنا معظم الحديث أم كله؟ كله يعني ما بقي لنا إلا أن يعني أقول سريعا بس عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني يركب خلفه. وقلنا هذا دليل على جواز الإرداف على الدابة ونحوها، يعني دليل أن الإنسان يركب ويركب خلفه، وفيه دليل واضح على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يركب ما يركب الناس، بل ويشارك الناس ما يركبه صلى الله عليه وسلم. يعني عكس أهل الكبر، ما كان يعني أهل الكبر لا يرضون أن يقترب حتى منهم أحد. فأنت ذا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يركب ويركب معه غيره صلوات الله وسلامه عليه. فقال لي: يا معاذ، أتدري؟ وهنا قلنا يعني هذان يعني عاملان لجذب الانتباه، الأول النداء: يا معاذ، حتى ينتبه، والثاني إخراج الأمر بصيغة الإيه؟ السؤال: يا معاذ أتدري؟ فلم يخبره صلى الله عليه وسلم بما يريد، ولكن هيأه صلوات الله وسلامه عليه، قال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ذكرنا أن معنى حق الله على العباد يعني عرفناه، ولكن قلنا حق العباد معناه إيه؟ استحقاق إيه؟ إنعام وإيه؟ وتفضل من الله عز وجل، وليس استحقاق إيه؟ مقابلة ومعاوضة. يعني الله عز وجل هو الذي أوجب هذا على نفسه تفضلا منه ورحمة. لو شاء عز وجل أن يجعل يعني أهل الطاعة ينعموا بعملهم مثلا في الدنيا لشاء، كما شاء، ولكن الله عز وجل أوجب هذا على نفسه تفضلا منه ونعمة منه سبحانه وتعالى، وإحسانا منه عز وجل بأن جعل الطائع ينعم في الجنة أبدا الآبدين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. يبقى هذا اسمه استحقاق إيه؟ إنعام وإيه؟ وفضل، وليس استحقاق جزاء ومقابلة أو معاوضة كما يقول أهل البدع، أن الأعمال ثمن للجنة، ونسوا أن القيام بالطاعات أصلا هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذا من نعم الله عز وجل، يعني هذا الإنسان وأعانه ووفقه ثم قبل منه وضاعف له عمله، فالحسنة بعشر أمثال إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وفوق هذا كله يعطيه أو يجازيه جنة عرضها السماوات والأرض وخلود أبدي فيها. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. يقول: قال حق الله على العباد صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذكرنا أن هذا فيه دليل أن العبادة معناها التوحيد. يعبدوه لابد منها إيه؟ عدم الإشراك. لا يكفي أن تعبد الله، بل لابد أن تعبد الله وأن لا تعبد غيره. ماشي، هذا مجرد بس تذكرة للدرس الماضي، لأن من عبد الله وعبد معه غيره لم يكن عابدا لله، ولهذا نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني اعبدوه وحده ولا تعبدوا غيره، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت وماذا ويؤمن بالله. لابد من هذا وذاك، ولهذا لم يدخل الإنسان في الدين بقوله الله إله، ولا يدخل في الدين بقوله لا إله،
بل لابد أن يقول لا إله إلا الله، فإثبات الألوهية لله وحده والنفي عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا يبقى هذا في بشرى عظيمة لمن وحد الله سبحانه وتعالى. من تم توحيده لله هذا لا يدخل الجنة أصلا، لا يدخل، استغفر الله، لا يدخل النار أصلا. يبقى يعني من كمل توحيده وتم توحيده لم يعذب أصلا. يبقى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من كمل توحيده وتم، إن عصى فسيتوب فلهذا لن يعذب. أما من كان عنده أصل التوحيد ولم يشرك بالله عز وجل، عنده أصل التوحيد ولم يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، ولكن وقع في المعاصي والكبائر أو الشرك الأصغر، فهذا قد يعذب إذا شاء الله، ولكن ماله إيه؟ جنة الله عز وجل. فهيبقى هنا حق العباد على الله ألا يعذب، لها معنيان، إما أن يعذب مطلقا وإما أن يعذب عذاب الخلود حسب حالة الإنسان. فالإنسان الذي لم يشرك لا أكبر ولا إيه ولا أصغر، وتاب من ذنوبه ولم يأتي بكبائر، يعني لم يأتي بكبائر وكانت حسناته أكثر من سيئاته، فهذا لا يدخل النار أصلا. أما من نقص توحيده ووقع منه شرك أصغر وكبائر ورجحت سيئاته على حسناته، فهذا مستحق للدخول إن شاء الله عفى عنه بمنه وفضله، وإن شاء عذبه بذنوبه ومآله جنة الله سبحانه وتعالى. معايا كده ولا هذا الاختصار شديد؟ يعني الكلام واضح بعد الله؟ نعم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ هذا في بيان يعني حال القلوب النظيفة، أنهم يحبون ما يعني يسر إخوان، يعني يسر إخوانهم المسلمين. يعني في هذا دليل على استحباب بشارة المسلم بما يسره. الإنسان يعني يتمنى أن يكون يعني حاملا خبرا يسر أخاه، عكس يعني أهل الجهل أنهم عندما يمازحون بعضهم فيحاولون أن يعني يسوق له، يعني يسوق له خبرا يغيظه أو يضايقه. فهذا لا يعني لا يجوز أن يعني يكون نيتك أن تدخل الضيق والهم على أخيك، بل القلوب النظيفة تحب أن تبشر أخاها ليسر ويسعد. ولهذا كما تعلمون في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، لما تاب الله عليه تسابق الصحابة رضوان الله عليهم، من منهم يكون أسبق ليعلمه بالبشرى. فإذا برجل يركب حصانا ليصل بسرعة إلى سعد، والآخر يعني صار على جبل عال وقال أبشر يا كعب بن مالك، يعني التمس بناء عاليا حتى يسبق إيه صاحب إيه صاحب الجواد. وقال كعب فلما سمعتها خرجت ساجدا، يعني علم أن الله تاب عليه. وبعد هذا يعني ما وجد إلا ثوبا معه، يعني كسبه هذا الذي بشره. فإذا يعني استحباب بشارة المسلم هذا أمر سنة مطلوب. قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وإيه وبشروا ولا تنفروا. هذا في بيان أن الداعي الله عز وجل لابد أن يكون فقيها فطنا، ولابد أن يعرف حال المدعوين. فربما هناك من الجهلاء من إذا علموا أشياء قادهم هذا إلى التكاسل وعدم الاجتهاد. معايا كده ولا مش معايا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشرهم فإيه فيتكلوا. يبقى إذا هناك أناس من الأفضل لهم ألا يعلموا أشياء، ولهذا تجد كثير من الناس يقول لك ما احنا داخلين صح، فهو ممكن يعمل كلها، وده خطر كبير أنه احنا داخلين الجنة وفي الآخر حتى لو تعذبنا نسأل الله السلامة، ومين يتحمل يعني غمسة في النار نعوذ بالله. وممكن هذا يؤدي به تذرعه أن يقع في الشرك والعياذ بالله، فيحرم من الجنة أبدا نسأل الله السلامة. فإذا الداعية لابد، يعني الداعي لله عز وجل والواعظ والناصح لابد أن يكون فطن ومنتبه لطبيعة الناس. فمن الناس من يخفى عنه مثل هذا، ومن الناس من يخفى عنه غيره بل يظهر له هذا. يعني الناس أنواع، في ناس لو عرفوا مثلا أفضل شهادتين وأفضل كذا يكسر، وفي ناس
ممكن يكون تائب عمل ذنوب كثيرة جدا فمشفق ويوشك أن ييأس، فهذا ينبغي أن يذكر بفضائل هذه الأشياء ويرغب ويذكر له رحمة الله عز وجل ويذكر له كذا وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني الإنسان لازم يبقى خاطب يشوف ماذا يقول ومتى يقول ولمن يقول. مش معنى أنك تقول الحق فتقوله في أي موضع، لا، هذه ليست هي الحكمة، ولكن الحكمة وضع الشيء في موضعه، أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول ولمن تقول. ولهذا ممكن أحيانا الإنسان لما يأتي يشرح نفس الدرس فلا يعيبه أبدا إن إذا كان يشرح لأناس يعني في بداية التعلم أن ينزل بالمستوى غيرا، لا يعيب. هناك يعني ناس تستنكف خالص أنه يعيد أو ينزل خالص بالمستوى، هذا طبيعة الحاضرين. أنت تدرس مثلا يعني في بلدة مثلا تسكن بلدة ما سمعوا عن هذا الذي تتكلم فيه قبل هذا، فلابد أن يكون أسلوبك مفهوم. وهناك أناس لو حدثتهم بمثل هذا لا تركوك وانصرفوا، فلابد الإنسان يكون يعني فطن يعلم أين يتكلم ولمن يتكلم. كذلك يعني هو هنا حتى الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن ينقل يقول قال الوزير. طب بص هات معي صفحة 75 جبتوها جبتوها عباد الله اخوان. قوله أفلا أبشر الناس، يقول فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، جبتوها دي صح؟ وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، يفرحوا بهذه الأشياء ويبشرون غيرهم. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تحرجا، أي تحرجا من الإيه؟ من الإثم. قال الوزير أبو المظفر، بص الكلام الجميل، لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، إنه ما يجتهدش يكسر إلا خلاص بقى، مجرد ما ترون ما شركناش نعمل إيه؟ داخلين الجنة بقى خلاص، واخد بالك؟ فأما الأكياس الذين سمعوا بمثل هذا، أي والله أعلم في سقط مطبعي، ينبغي أن يقول الذين إذا سمعوا، عشان يبقى العبارة كده إيه يعني صح أدق، يعني يقول فأما الأكياس الذين إذا سمعوا، ماشي كده، إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة. دول بقى مين إيه؟ الأكياس لما يسمعوا الكلام من الناس أهل الفطنة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة. نعم، فلا وجه لكتمانها عنهم، يبقى اللي هم الناس اللي هي لو عرفوا كده هيجتهدوا يزدادوا في الطاعة، فما فيش أي وجه ولا مسوغ لكتمانها. هذا في أشياء في أصول الفقه خارج دائرة الدرس اللي احنا فيه، ولكن العلماء بيستفيدوا منه تخصيص السنة بالقياس، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم، ومع ذلك سيدنا معاذ ايه بشر. طب بشر ازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تبشرش، بشر بالقياس على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا ما قالوش؟ قال له. فهو فهم انه من كان على حاله او يعني من كان على شكله يشبهه، بمعنى انه لو سمع هذا لم يتكاسل فايه فقالها له، فما كانش يكتمها عن مين؟ عن مثل هذا، لكن كان بيكتم عن أهل الجهل. فهنا قاس على نفسه أنه كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه منه أنه إيه؟ لم يتكاسل، فقاس على نفسه، فكان يخبر بها من يعلم منه أنه إيه؟ ما يتكاسلش. يبقى هنا زي ما ذكرت أن الناصح أو الواعظ أو الداعي أو المذكر أو الخطيب لابد أن يعرف حالة الناس. وكان يعني من أفضل ما قرأته يعني كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني بيقول يعني إن العالم من لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معصية الله، هو ده الفقيه اللي يقدر يزن الأمور،
يعني ما يخليش الناس ايه تيأس، وما يخليش الناس ايه تأمن مكر الله، يجرئهم على معصية الله. في ناس كده وفي ناس كده، يعني فعلا من الطريف ان في خطيب طلع يخطب فعلا في وسط الناس، هذه حقيقة ولا ليست مزحة، وقال لهم ابقوا قابلوني لو حد فيكم شاف الجنة. يعني سبحان الله، امال ده بقى لما يوعظهم هيعمل فيهم ايه؟ ده طلع هم دول اللي قال لهم ونزل، يعني متضايق منهم جدا، فيعني طلع غله بقى، غله فين؟ واخد بالك؟ وفي واحد تاني تبص تلاقيه يقعد يقول مواعظ طويله طويله وحاجات ممتازه جدا، وبعدين في اخر المواعظ يقول ايه؟ بس خدوا بالكم الكلام ده مش لينا، احنا الحمد لله كويسين، والكلام ده لمين؟ للي كذا واللي كذا. وفي ناس كتير سمعتهم بيعملوا كده، يعني بعد ما في تاثير وفي الحمد لله استجابه من الناس، هو بيعمل ايه دلوقتي؟ يجوف الامر تماما. فلا الانسان يعني طبعا يعني والعلماء حتى بيذكروا ان الهدف ان لو الناس تاثرت خلاص الانسان، كما ورد في الحديث في البخاري ان موسى عليه السلام لما وعظ قومه فابكاهم قام وانصرف. يعني الهدف ان الناس ايه يصلها الامر وتتاثر، فاول ما تاثروا هو ايه خلاص اكتفى بهذا. فيعني الانسان يكون يعني وسط الله تعالى اعلى واعلم سبحانه وتعالى. يقول لا تبشروا فيتكلوا، يقول في نفس صفحة 75، وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، يعبدوا لا يشركوا بشيئا، وأنها لا تنفع مع الشرك زي ما قلنا. خليك يا كريم، بل لا تسمى عبادة. يبقى العبادة مع الإشراك بالله ما تبقاش إيه؟ تبقاش عبادة، زي ما قلنا في سورة الكافرون قال عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يعبدون الله ولكن كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فكانت عبادتهم ملغاة. والتنبيه على عظمة حق الوالدين، وهذا يعني كما ذكر الآيات رحمه الله، وتحريم عقوقهما اللي هو قدر ربك لا تعبد الله وبالوالدين وعبد الله تشركوا شيء. يقول التنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، ووصى إيه؟ قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. يقول وجواز كتمان العلم للمصلحة، هو العلم اتفقنا ده العلم الإيه؟ الزائد. يبقى اللي يكتم عنه علم جواز كتمان العلم الإيه؟ الزائد، اللي هو مش فرض، يعني غير مثلا علم التوحيد هذا علم فرض لابد أن يعلمه الناس، لكن في تفاصيل ممكن من المصلحة الناس ما تعرفهاش، شيء زائد ممكن لو قلت قدام واحد هو ما يلزموش ان يعرفه، مش مخطئ يعني مش واجب عليه وجوب ايه عيني، يعني مش فرض، يعني احنا فرض علينا الطهارة، يعني فروض عيان نعرف فقه الطهارة، اقول ده علم زائد ملوش فقه الصلاة فقه الصيام، اللي معاه فلوس فرض عين عليه انه يتعلم ايه فقه الزكاة، اللي راح يحج بفرض عليه يتعلم فقه الايه الحج، من يبيع يشتري بقى ده فرض، التوحيد فرض عين. فما فيش واحد بيقول انا ما بتكلمش في التوحيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تخبرهم، تبقى ده جهل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال لمعاذ لا تخبرهم هو اللي كانت كل ما جرى له من قومه جراء ان هو ايه اعلن لهم ولا اسر، بل هم حاولوا يعني كما قال سبحانه ودوا لو تدهن فايه فيدهنون، يعني حاولوا حتى انه النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل يجاملهم يعني اي شيء ابدا، بل قالوا نعبد الهك عاما وايه وتعبد الهنا عاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه صلى الله عليه وسلم ما كان في مثل هذه المناقشات. فالتوحيد مش هو العلم الزائد اللي احنا ممكن نقول ما نقولوش للناس، اصل هيجيب فتنه، اصل كده ده جهل، جهل مبين والعياذ بالله. فالعلم الذي يكتم العلم الزائد، يعني في تفاصيل مش لازم كل الناس، يعني مثلا احاديث في الفضائل وغيرها مما هو يعني لو علم هذا الانسان هذه الاشياء لايه لتكاسل، فيبقى مصلحته ما يعرفوش. ولذلك قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن انت تجيب حاجات الناس ما عرفتهاش خالص، وانت قاعد قدام ناس معينين لو ذكرت هذا يقول لك والله الكلام ده كذب، وانت تكون سبب في ان هم ايه يكذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان انت وضعت الشيء في غيره موضع. يقول لك ازاي والله الرسول ما يقول كده صلى الله عليه وسلم، فانت ممكن تؤدي ان الانسان والعياذ بالله يعني
يعني قد يعني والعياذ بالله يعني يرتد بالكلي، فالإنسان يكون فقيه. أنت بتخاطب الإنسان بما هو محتاجه وبما يصلح له وبما تعرف أنه يجب أن يعلمه. أما الزيادات بعدين فبتشوف والله هو الزيادة دي هتفيده ولا هو مش محتاجها الآن، بمعنى أنه ممكن في تفاصيل لو قعدت أقول تفاصيل في فقه كذا وكذا وجبت مثلا آراء وهذا وقال، ممكن مثلا اللي قاعدين معظمهم يعملوا إيه؟ هيسرح. إيه الفائدة؟ يبقى أنا بقى ذاكر لنفسي، أنا أذاكر نفسي في البيت. لكن لو أنا قاعد مع ناس مثلا وصلوا لهذه المرحلة والمسألة تتسع لهذا إن هو صح ذكر ده وده وجه الدلالة من هنا والترجيح بالقواعد وغيرها، يبقى ده في مكان. فلذا كلام مهم جدا يعني هذا الكلام الذي ذكره أهل العلم. كده انتهى هذا الباب الأول من هذا الكتاب المبارك. فالشيخ رحمه الله يقول فيه مسائل، يعني الفوائد المأخوذة من الباب. يقول الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. يعني أنا أتمنى أو أود أو أريد، لأن التمني ده بيذكره في اللغة أن ده شيء يعني غريبا يبقى شبه مستحيل، فأنا أريد إن شاء الله أن إحنا مثلا نقول الفائدة واللي يذكر هذه من أين أخذت فيقولها سريعا. بارك الله فيكم. الحكمة في خلق الجن والإنس منين؟ من أول آية وما خلقت الجن والإنس. بارك الله فيك. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني أشرح بس، لأن الخصومة فيه يعني أي أن الخصومة بين الرسل وأقوامهم كانت في التوحيد وليس في الإقرار بوجود الله سبحانه، لكن المخاصمة والمنازعة بل والقتال كان بين الرسل وأقوامهم في إيه؟ في التوحيد. إن هو ده هو ده سبب الخلاف كله، إن هم كانوا يشركون بالله، مش ان هم اعترفوا كانوا يعترفون ان ربنا خالق ورازق سبحانه وتعالى، ولكن الخصومه كانت فين؟ في التوحيد، الا يعبدوا معه غير. يعني حتى ما كانتش الخصومه في ان هم يقولوا ان ربنا يستحق ان يعبد، لا كانوا ربنا يستحق ان ايه؟ ان يعبد، لكن المشكله ان هم كانوا مع ذلك ايه؟ يعبدون غير. فالخصومه كلها كانت فين يا اخوان؟ عباد الله في التوحيد، افراد الله عز وجل بالعباده. فهما وصل زي ما قلت لحضراتكم شويه يرحمك الله انهم قالوا نعبد الهك ايه؟ عاما ونعبد الهنا. يبقى هم ما كانش الخصومه في انهم يعبدوا الله، ولكن الخصومه كانهم في انهم ايه؟ ان يتركوا عباده غير الله، ان يوحدوه بالعباده سبحانه وتعالى، يفرده عز وجل بالعباده. ان العباده هي التوحيد لان الخصومه فيه، طبعا الخصومه بين الرسل واقوامهم، وتظل هذه الخصومه بين اتباع الرسل وأعداء الله ورسوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الخصومة في كل دين، يعني في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الإسلام وأهل الكفر. أنت تجد الآن تجيش الجيوش، يعني سبحان الله تجيش الجيوش ويعني تخرب بلاد المسلمين لا لشيء إلا لفرض مذاهبهم الكفرية الإلحادية، الحرية والحرية عندهم حرية الكفر وحرية الفواحش والعياذ بالله، من أجل فرض الديمقراطية، لكي تعلم أن هذه المسائل مسائل هم يفهمونها جيدا، وأن هذا من صلب التوحيد، أن الله عز وجل هو الذي يحل ويحرم، وليس معنى أن يتفق غالبية البشر على أمر أن هذا صار إيه؟ حلالا. سبحان الله، انظر كيف هم يفقهون أعداء الإسلام، يجيشون الجيوش من أجل هذا، من أجل أن يفرضوا الديمقراطية كما يقولون. وتجد على العكس هناك من المسلمين يستحي ويقول الإسلام لم يحارب إلا من أجل الدفاع، إذا كانوا هم يفتخروا بأن هم بيضحوا بأبنائهم ويروحوا البلاد عشان ينشروا مبادئ شايفينها مبادئ خيرة، مع أنها مبادئ كلها معناها هم بيحاربوا في الحقيقة عشان الحلال اللي هم فيه. نور الإسلام لو وصل لهم يعني بالنسبة لهم أنهم مش هيعيشوا الحياة اللي هم فيها دي، حياة البهائم اللي بيعيشوها دي والشهوات. هم مرعوبين من الإسلام لأنه معناه القضاء على حياة البهيمية التي يعيشونها. فشوف سبحان الله، شايفين ده هدف ثاني، وإن مش مشكلة إن النعوش تروح في الطيارات نعش ورا نعش وعشرات ومئات بل آلاف سبحان الله. فكيف المسلمين عايزين يحذفوا حاجات من دين الله عز وجل؟ يقولوا الجهاد في الإسلام جهاد دفع بس، طب أين جهاد الطلب؟ يعني هل المسلمين لما وصلوا إلى أقصى الغرب وأقصى الشرق وشمالا وجنوبا كان بيدافعوا، أم أنهم كانوا ينشرون دين الله سبحانه وتعالى؟
هل هذا شيء يستحى منه؟ أهل الكفر لا يستحيون في أنهم يضحون بكل شيء من أجل نشر مبادئهم الباطلة الهدامة. انظر زواج الرجال من جنس يعني من بعضهم البعض وزواج النساء، هذه الحضارة التي يدافعون عنها ولا يستحيون. سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم نحمدك عز وجل على نعمة الإسلام. طيب العبادة التوحيد من أين نأخذها؟ أعبد الله ولا تشركوا بشيء، والحديث أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قولي ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهذه شرحتها قبل قليل صحيح. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، من أين يا عباد الله؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا؟ أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وين حكمة من إرسال الرسل؟ توحيد الله عز وجل وعبادته، هذه تسمى الحكمة الشرعية الدينية. وإلا فلو كانت الحكمة الكونية القدرية لما كفر أحد، فدي اسمها الحكمة الشرعية الدينية. فاكرين؟ نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. جابها منين؟ في كل أمة، لفظة كل من ألفاظ العموم. السادسة أن دين الأنبياء واحد، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفس كلمة الأنبياء. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصو إلا بالكفر بالطاغوت، فيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اللي هي الآية اعبدوا الله وإيه واجتنبوا، ها اعبدوا الله واجتنبوا الإيه طاغوت، وعايز يقول آية والآية دي زي دي بالضبط نفس المعنى. الثامنة ما شاء الله، يعني هو بيعلمك حاجة عظيمة جدا، إزاي يبقى عندك ملكة استنباط، إزاي ما تقراش كده الآية والحديث يعد عليك، إزاي تعرف تستفيد وانت بتقرأ الآية تقرأ الحديث. ولذلك بنتعمد نقرأ المسائل ونرجعها الأصول عشان تعرف إزاي هو استنبط. الفهم أهم من الحفظ، الفهم العميق أهم شيء، لأن ممكن فعلا الناس بتخلبط الدنيا على بعضها. يعني ممكن واحد عايز يقنعك بالربا يجيب لك صوره ثانيه ويلخبطها، وانت لو مش واخد بالك من الفرق البسيط جدا تعمل ايه؟ مش هتاخد بالك تقول فيها ايه. فالفهم مهم جدا، نسال الله عز وجل ان يرزقنا الفهم سبحانه وتعالى. الثامنة ان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. جاب منين كلمه عام؟ احنا قلنا عشان الايه جعل فيها ايه، ها، شيئان متقابلان، اعبدوا الله واجتنبوا، يبقى صار كل ما عبد من دون الله هيبقى يدخل تحت اسم الايه؟ طاغوت، لان الايه ما جعلتش قسم ثالث، يا عباده الله يا عباده، عشان كده يبقى الطاغوت يعم ما عبد من دون الله، بس قلنا وهو ايه؟ راضي، لان طبعا من عبد من دون الله ولم يرضى فليس طاغوتا. التاسعة، فاذا اللي بعد كده عظم شان ثلاث الايات المحكمات في سوره الانعام عند السلف، جاب منين عند السلف؟ ها؟ قول ابن مسعود احسنتم، لان ده عند السلف، لان سيدنا ابن مسعود قالها انهم ايه في الباب اللي حضر معانا. من قلنا ان سيدنا مسعود قال من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا، وجاب ايه قل تعالى واتلو. يبقى سيدنا ابن مسعود والصحابه كانوا عارفين ايه عظم هذه الايات، كانوا بيقولوا ان دي، ان سيدنا ابن مسعود بيقول ان دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها ايه خاتم. يقول العاشرة الايات المحكمات في سوره الاسراء اللي هو ذكرها، واعبدوا الله ولا تشركوا ايه به شيئا، اللي هي معذرة، اللي هي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعايز أقول لك إن الآيات دي فيها فوائد كثيرة، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني توحيد، فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر، أيضا إيه توحيد. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل، فقال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني وبدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد، يعني بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد. الحادية عشرة آية سورة النساء، وتسمى التي تسمى آية الحقوق العشرة، وعبد الله لا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجاري ذي القربى، والجاري الجنوب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. عشرة كيف يسموا آية الحقوق العشرة؟ ماشي. فالآية دي أول حق فيها إيه؟ أول أمر فيه واعبدوا الله. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قلنا جاب منين عند موته؟
فهم كلمة التي عليها خاتمه أنها كانت فين؟ في ختام حياته عليه الصلاة والسلام. الثالثة عشر معرفة حق الله علينا. إيه حق الله علينا؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الرابعة عشر معرفة حق العباد على الله إذا أدوا حق اللي هو إيه؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا اللي هو حق إيه؟ إنعام وتفضل. الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة أنه قال له لا تخبره صلى الله عليه وسلم فاتكلم. السادسة عشر جواز كتمان العلم المصلحة بس أنه علم زي ما قلنا العلم الزائد وإلا كان كتم النبي صلى الله عليه وسلم العلم عن قريش وكتم التوحيد وما كانش حصل لإيه لكن لا ده لابد من بيانه. قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في أشياء واجبة للناس يعرفوها بل لابد أن إيه أن تصلهم رادوا أو أبوا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله. وهذا شيء لا يفقه كثير من الدعاء أحيانا وأنه أحيانا قد يعني يتنازل عن شيء من الحق أو قد يكتب شيء من الحق ليسترضي الناس وكأن القلوب بيده وهذا يعني هذه غفلة شديدة. القلوب بيد الله ليس معنى ان انت هتسترضي الناس او هتتنازل او تقول لهم ما فيهاش حاجه او ما يهمكوش ان الناس هترضى عنك ابدا. القلوب بيد الله فانت لا تملك قلوبهم فالله عز وجل يعني ان استقمت حول القلوب اليك وان اعوددت والعياذ بالله صدت عنك هذه القلوب. من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسقط عليه الناس وهذا نرى في كل عصر ومصر. حتى الناس تجد لو في مفتي مثلا بيروح ويدوا له فلوس ويريحهم بعد شويه ايه وهم اصلا بيبقى سقط من نظرهم ولا يقدروه هم بيروحوا له بس ممكن لما يتزنقوا خالص عارفين هيريحهم عشان يقولوا احنا عملنا اللي عليه لكن كاحترام وتقدير هذا يكون غير موجود. السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره من اين هذه؟ افلا ابشر الناس. الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله لا تبشرهم. التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم هذا في أمر الدين في الدنيا الله أعلم فقط لأن الله عز وجل هو الذي يعلم كل شيء سبحانه. أما الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام حتى وحيا. أما الآن فهو يعني في حياته البرزخية صلى الله عليه وسلم. العشرون جواز تخصص بعض الناس بالعلم دون بعض بس يبقى برضو قلنا علم ايه زائد. الحادية والعشرون تواضعه عليه الصلاة والسلام لركوب الحمار مع الإرداف عليه يعني حاجتين راكب حمار مش راكب مثلا مركوب عالي زي مثلا البغال اللي هي جامدة ديت ولا البراضين اللي بيقولوا عليها ولا مثلا حتى جواد ولا لا ده راكب الايه الحمار عليه الصلاة والسلام بل وكمان يعمل ايه يردف يعني ركب مع واحد كمان عليه الصلاة والسلام. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدب يبقى هنا لو واحد ركب على واحد خلف مكنة وغيره فخلف آخر على يعني مكنة وغيره فجائز. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون طبعا فضيلة معاذ بن جبل يخص بهذا ويعني يقول له هذا دون غيره فهذا يعني فضيلة عظيمة ويركبه خلفه ويحدثه ويكلمه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة مسألة عظيمة بلا شك لدرجة أن سيدنا معاذ أول ما سمعها كان نفسه إيه؟ يبشر الناس. طيب الباب الذي بعده نعم نحاول إن شاء الله يعني نأخذ شيئا من هذا الباب. يقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الباب المصنف عليه رحمة الله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يبتدي يذكر آيات وأحاديث تدل على فضل التوحيد وأنه يكفر يعني يبين كيف أن التوحيد يعني مكفر للذنوب ويعني يبين فيه الذي يكفره من الذنوب. فأول آية ذكرها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فنقرأ سويا
يقول قوله صفحة 78 معايا كده من أول قوله بالأسود بقى، سيبنا الحتة اللغوية اللي في الأول عشان هي ما يسيرة. يقول وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير ماشي كده عباد الله، حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الذين آمنوا يعني الإخلاص لله وحده سبحانه، إخلاص العبادة لله عز وجل. قال ابن كثير في الآية الهاء يعني بيشرحها أكثر فيقول أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، يعني الله عز وجل يخبر إن هو من أحق بالأمن الذين إيه؟ آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إما أن تكون هي من قول إبراهيم عليه السلام ويكلمه، أو هذا من فصل الله عز وجل للقضاء بين إبراهيم وقومه. طيب الحديث ده بقى هيشرح لنا، هيشرح معنى الآية، بصوا بقى كده هيفسرها. بصوا علي بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه، الصحابة خافوا جدا لما سمعوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فخافوا إن معنى كده إن الإنسان عشان يبقى له الأمن أولئك لهم الأمن وهم إيه مهتدون، عشان يكون يعني آمن ومهتدي لازم ما يظلمش. فقالوا مين ما يظلم؟ يعني قال أيونا لا يظلم نفسه، يعني مين ما بيعصاش. وهنشرح إن شاء الله إن الظلم أنواع إن كان في الوقت اتساع ما فيش إن شاء الله المرة الجاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ وساقه البخاري بسنده فقال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن القمع عن عبد الله رضي الله عنه اللي هو ابن مسعود يعني قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب أي ذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. طيب نوجز إن شاء الله ونفصل في المرة القادمة بإذن الله، فنوجز الكلام فنقول نجمل يعني شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظنوا أن أي ظلم مهما قل يكون مانعا من الأمن والاهتداء، فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الظلم المشروط عدمه هو الشرك. ولكن ليس معنى هذا أنه من ارتكب معاصية واقترف ذنوبه أن يكون له الأمن التام الكامل والهداية التامة الكاملة، لا. ولهذا نقول نحن نقول في حاجة اسمها مطلق الظلم وحاجة اسمها الظلم المطلق، في حاجة اسمها مطلق الأمن والأمن المطلق، يبقى في حاجة اسمها مطلق الشيء والإيه والشيء المطلق. مطلق الشيء أقل شيء منه، يعني لما نقول مطلق الظلم أقل حاجة من الظلم، أقل شيء ولو مثقال ذرة، وده اسمه إيه؟ مطلق الظلم. معايا كده؟ الظلم المطلق يعني الظلم التام الكامل اللي هو الشرك. الأمن في مطلق الأمن يعني أقل شيء من الأمن ولو
ذرة من أمن. يبقى ده اسمه إيه بقى؟ مطلق الأمن. في الأمن المطلق يعني الأمن الإيه؟ الكامل التام. تبص كده ركز معايا، هنقول كده الظلم المطلق يزيل مطلق الأمن، ومطلق الظلم يزيل الأمن المطلق. نشرحها بالكلام البسيط عشان دي ما توصل يسير إن شاء الله. بص، الظلم المطلق اللي هو الشرك والكفر نعوذ بالله يزيل إيه؟ مطلق الأمن، يعني يشيل أساس الأمن، ما يخليش إيه؟ ها؟ أمن إطلاقا. قال عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الإيه؟ الرعب. وهم في الآخرة ربنا قال عن المؤمنين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى التانيين إيه؟ في الخوف والعياذ بالله. طيب، يبقى هنا الظلم المطلق اللي هو الشرك بيعمل ايه بقى؟ يزيل الايه؟ مطلق الامن، يعني الامن من اساسه من جذره. ومطلق الظلم يعني المعاصي ولو قلت تزيل الامن المطلق. يعني ايه بقى؟ يعني الانسان لما يعمل معاصي امنه الكامل يذهب، يعني ينقص امنه، يقل امنه. كل ما يعمل معاصي كل ما امنه ايه؟ يقل. وكل ما يكون اطوع كل ما يكون امنه ايه؟ تام. يعني انت يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، تصور انت الان وهو يخرج من بيت صلى الله عليه وسلم في ليله الهجره والشباب الذين يعني انتقاهم الكفار واختاروهم من كل قبيله فتى جلد وكلهم يحمل السيف يخرج من بينه في منتهى الامانه صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا في الغار عليه الصلاه والسلام ويقول لابي بكر وهم واقفين على باب الغار ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إيه؟ ان الله معنا. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ولا يزيد على أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى كل ما ازداد الإنسان طاعة كل ما ازداد إيه؟ أمنه. وهكذا كل ما في معاصي ما في أمن إيه؟ أقل. ولذلك تجد الكفار ما عندهمش أمن إطلاق، مرعوبين. زي لو ظهر مرض بسيط خالص لا الدنيا مرعوب. أي شيء لو مثلا في الحروب أو أي حاجة واحد بس مات، شوف المسلمين مات منهم كام، يعني شوف البلاد اللي هم دخلين، يعني سبحان الله. وطبعا لا يستويان شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار. فسبحان الله، شوف المسلمين كم، يعني وتجد الفتيات يعني في فلسطين وغيرهم ولا يجزعن بل يتقدمن ويقاتلن. تعال انت في اليهود خلي يعني الجندي الوحيد الذي يقاتل يعني هو لابس الايه؟ البامبرز، هو الجندي اليهودي. مش عارفين المعلومة دي ولا ايه؟ يعني الجندي اللي من رعبه ما يقدرش حتى يسيب الدبابة اللي هو جواها ويعمل ايه؟ يروح ياخذ حاجته، لا هو مع الجماعة اللي هما مع بعض. يعني خاف يفتح البتاع ويروح يعمل حمام ويجي، لا يعمل ايه؟ هو يعني جايبين لهم حفاضات عشان خاطر ايه؟ بيخافوا. سبحان الله، انت لما تتأمل شوف الإمكانيات اللي هما معاهم. واخد بالك، انت بتسمع حاجات وهم، يعني فعلا دبابه ماشيه شويه لو في ميه تتحول زي قارب او مركب شويه، حاجات برمائيات المساله بالنسبه لهم يعني. ومع كل هذا يعني تقريبا لقيل لهم بخ بصوت شديد لخرجت ارواحهم. وسبحان الله، انا رايت مناظر من هذا كثير، يعني سبحان الله، يعني منظر لا يعني لا انساها. يعني فتى في يعني صغير يعني طفل وليس فتى، يعني ويمسك احجاره والجندي المترس يعني المدجج بالاسلحه ومرتدي خوذته واحدى السلاح يجري ويهرول امام طفل وهو يقذفه بالايه؟ بالاحجار. سبحان الله، يعني من الذي من المفترض ان يهرول؟ ولكن سبحان الله، يعني كلما لان يعني الكافر سبحان هذه جنته. يعني يذكر لي بعض الناس كانوا ذكروا لي عندما كنت صغيرا في حروب مضت ونحن صغار، فكان هناك ممن قابلوا غير المسلمين في الحروب، يقول لي يعني لو ان طوبة وقعت خلفهم وهم مثلا في بتاع ده ممكن الناس تموت فيها خالص، يعني لو حاجه عملت صوت يعني سبحان الله يقول لك ما تتغرش. يقول لي مع ان هم لما كانوا بيجوا جنبنا في التدريبات امكانياتنا بالنسبه لامكانياتهم يعني لا ايه يعني لا تقارن.
يقول لك ليه هم بقى يقعدوا يتدربوا يلعبوا طياره ويلعبوا مش عارف ايه، ولو جت اثناء حتى هم بيلعبوا اي حاجه يعني مفيش في الحرب يعني ممكن تلاقي واحد فيهم يعني يغمى عليه يحصل له اي حاجه. فالمهم ان الشرك يزيل الامن بالكل، لذلك حتى هم يعني سبحان الله يسمون الحضاره التي يعيشونها حضاره الايه؟ القلق، مرعوبين من كل حاجه، خافوا النووي بتاعهم لا يتفجر عليهم مش عارف ايه، واخد بالك؟ وتلاقيهم دايما حراسهم ومش عارف ايه، وما يعرفش واحد فيهم يمشي لوحده، ومعظمهم بينامش الا بالمنبهات او قول يعني بالملايمات، واخد بالك؟ وهذا معلوم، اي انسان سبحان الله كل ما يظلم ويبغي يعني سبحان الله تجد قليل النوم جدا، متوتر قلق، يعني حوار حدث بين اثنين فواحد بيقول للاخر انت عندك ايه؟ انا غلبان ما عنديش حاجه. قال له احمد ربنا، انت لو عندك زيي لو كنت هتنام ولا كنت يعني واخد بالك؟ لان هو مش عادل يعني، هو لو انه في عدل وبينفق هذه الاموال في مرضات الله ما بيظلمش، لكن هو يعني كان حالته يعني الله بها عليم سبحانه وتعالى، فيقول له يعني ما تخدعش بما انا فيه يعني. ف يعني ان شاء الله نزيد الامر مزيد بيان في الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.